يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقلها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن ورأى.